أهلا بكم مشاهدينا في نشرة الظهيرة من قناة الجديد. لبنان المطوق بالنفايات مع تعثر صفقة ترحيلها حتى الآن لم يكن ينقصه من فضائح سوى ما تم تداوله حول أمن المطار ومواصفاته غير المطابقة للشروط العالمية المطلوبة، سواء لجهة الإجراءات الأمنية أم تجهيزاته التقنية، ما دفع بدول أوروبية إلى دق ناقوس الخطر والتلويح بالتوقف عن استخدام مطار رفيق الحريري الدولي بحسب وزير الداخلية. أما على صعيد أزمة النفايات، فالفدائي أكرم شهيب كما أطلق عليه مروان حميدي جدد اليوم دعمه خيار الترحيل كحل يتماشى مع جنون الرفض المناطقي للمطامر، مؤكدا أن التحضيرات مستمرة وأن الشركة التي أخذت حق ترحيل النفايات تعمل بشكل جدي. قضية ترحيل النفايات والتعيينات الأمنية ملفات بارزة في لقاء الأربعاء النيابي في عين التين، والتفاصيل مباشرة من هناك مع باسل العريضي. باسل، ماذا في تفاصيل لقاء الأربعاء النيابي وما رشح عن كلام الرئيس نبيه بري؟ يعني حقيقة كلارا، كان الأسبوع الماضي تحدث الرئيس نبيه بري على أن الاستحقاق الرئاسي وضع في الثلاجة. اليوم أشار فيما يتعلق بالاستحقاق الرئاسي على أن الأمر لا يزال يحتاج إلى مزيد من الوقت، وأسف على أنه في حين أن العالم جميعا أو جميع الدول تحاول مساعدتنا على هذا الأمر أو في هذا الملف، إلا أن اللبنانيين لا يعلمون كيف يساعدون أنفسهم. أيضا فيما يتعلق بالاستحقاقات الأخرى، وكان هناك موقف بارز اليوم بما يتعلق بعقد جلسة مجلس الوزراء ليوم غد. الرئيس نبيه بري أشار إلى أن هناك أجواء إيجابية تتعلق في عقد هذه الجلسة وتفعيل عمل الحكومة لمناقشة وإقرار كل المواضيع التي تهم اللبنانيين، وقال أنه لا يجوز الاستمرار في هذا الوضع ولا بد من الانتقال إلى مرحلة جديدة في سياق العمل المؤسساتي. كما أكد على موضوع إجراء انتخابات البلدية الذي أشار في هذا الإطار على أن هذه الانتخابات يجب أن تجرى، وهناك لا يوجد أي موانع لإجراء مثل هذه الانتخابات البلدية، وقال على هناك ضرورة لتفعيل عمل الحكومة، أيضا كون هذا الأمر أو هذا الاستحقاق يتطلب قرارات وزارية. أما في شأن النفايات في هذا الموضوع تحديدا، أشار الرئيس نبيه بري وأبدى استياءه من أخذ كل هذا الوقت لمعالجة هذا الملف، وقال أن هناك هذه الجبال المتراكمة من النفايات في أكثر من منطقة، وقال لابد من اتخاذ القرار التنفيذي في أسرع وقت ممكن. عقب اللقاء كان هناك بعض التصريحات لبعض النواب الذين أشاروا صراحة على ضرورة عمل تفعيل مجلس الوزراء، وأشاروا إلى أن يعني هناك كان بعض المواقف لهذه النواب والكتل التي يمثلونها على أن كانت يعني أجواءهم متطابقة مع أجواء الرئيس نبيه بري ما يتعلق بعمل الحكومة، على أن هناك إيجابيات في هذا الشأن وهناك ضرورة قصوى لبت هذه المواضيع خصوصا مع التراكمات التي خلفها عدم انعقاد مثل هذه الجلسات. كما أشار بعض النواب الآخرين على أن الحوارات الثنائية بين حزب الله وتيار المستقبل بشكل تحديد خاص، وإن كان سواء على مستوى الحوار الوطني العام، كل هذه الأمور تركت إيجابيتها في على البلد، وأن هذه الحوارات مطلوبة داخليا وإقليميا ودوليا. على أي حال نستمع إلى أبرز أو بعض التصريحات عقب انتهاء لقاء الأربعاء النيابي. نعم. هناك إمكانية لحصول جلسة مجلس الوزراء. هلأ إذا بدنا نحكي نحن مش تنظير، إذا بدنا نحكي مش تنظير، بدنا نقول أنه يجب أن يجتمع مجلس الوزراء. هلأ فيهم يرجعوا للآلية اللي اتفقوا عليها، لأنه كل المكونات أقرت أنه هيدا أسلوب عمل، فيهم يرجعوا لهيدا المسألة. واثنين، في أكثر من مئات الموضوعات اللي بتهم اللبنانيين، كل اللبنانيين، مفترض مجلس الوزراء يعالجها. عن موضوع الحوارات، إن كان على صعيد الحوار الوطني أو على صعيد الحوار الثنائي بين حزب الله والمستقبل، فأعطى علامة 10/10 آخر مرة. هذه الحوارات هي حوارات مطلوبة داخليا وإقليميا وعالميا. إذا نحكي اليوم الاستقرار الذي يتمتع به لبنان هو نتيجة هذه الحوارات، والحوار مطلوب أكثر من أي وقت مضى بين اللبنانيين جميعا.
لا مجال أن يكون هناك استقرار في هذا البلد إذا لم يكن هناك توافق لبناني لبناني في الدرجة الأولى. هذا ما قاله الرئيس بري اليوم. نحن طلبناه أنه يصير في تعيين. هلأ في ناس عمل بيقولوا، سمعنا اليوم بالأخبار بالجرائد أنه كيف بدهم يعينوا طالما بعد ما بحثوا فيها. يا عم يحطوا أسامي، قديش بدهم أسامي؟ حطوا أسامي يبحثوها. مجلس الوزراء بدي أرجع أقولها للمرة العشرين وهون عند الرئيس بري، مجلس الوزراء شغلته يضل مجتمع لحتى يلاقي حل للأمور اللي تنطرح. هو مجلس وزراء هو بلاقي الحل، مش أنا بدي لاقي الحل. بيتمنى أنه مشاركة كل الفرقاء لأنه المصلحة بتستوجب مشاركة الجميع، لأنه هناك قضايا عالقة بتهم المواطنين اللبنانيين بالدرجة الأولى، وتصير أمور الدولة اللي هي كمان أصبحت أكثر من ضرورة على أكثر من صعيد وأكثر من مستوى. هل سيطرح موضوع التعيينات؟ إذا تم التوافق عليه حكما سيطرح. ما يتم التوافق عليه، وهذا وعد دكتور رئيس مجلس الوزراء، ما يتم التوافق عليه سيطرح. ما انطرح هذا موضوع ولا بشكل من الأشكال، ما انطرح موضوع البلديات، انتخابات البلديات. دولة الرئيس طبعا مع إجراء الانتخابات البلدية، هذا الأمر كمان بيستدعي عقد مجلس وزراء للبحث في كثير من القرارات الضرورية بهذا الصعيد. خطة ترحيل نفايات على نار حامية، انسحبت الشركة الهولندية وبقي في الميدان شركة واحدة، وهو ما قاله وزير الزراعة أكرم شهيب بعد اجتماع لجنة البيئة النيابية. بعد جنون رفض المطامر، الترحيل ليس خطة إنما حل قريب من الجنون لبلد رفض الحلول العقلانية. هذا ما خرج به وزير الزراعة أكرم شهيب في المؤتمر الصحفي بعد اجتماع للجنة البيئية النيابية، وطرح شهيب الحلول التي رأى أنها مناسبة لحل أزمة النفايات، وحمل المسؤولية للجميع لا للحكومة أو لفريق معين، واعتبر أن من يريد المتاجرة بالسياسة فهذا حقه، لكن يجب إبعاد ملف النفايات من التجاذبات السياسية، مؤكدا أن التحضيرات مستمرة. الشركة اللي أخذت حق ترحيل النفايات عم تشتغل بشكل جدي، خبراء موجودين هون على الموجود اليوم، على المنتج اللي كل يوم وعلى القديم. صار في اتفاق مع شركة سوشي الفرنسية، خلال يومي 2 و3 و4 بيكونوا هون خبراءهم لدراسة كافة الأنواع، يعني حالة النفايات السابقة اللي صار عمرها أشهر، حتى نشوف كيف ما نتخلص فيها. بس يعطونا فرصة بالإعلام يروق علينا شوي، هني وبعض الإخواننا البيئيين اللي محترمهم ومنحبهم، حتى نوصل لحل يرضي ضميرنا ونقدر عليه ونخلص من أزمة قائمة أصلاً لم تطرح سيرة اليوم بالأساس. والشركة التي قيل أنها أخذت لايسنس موافقة سيراليون ما قدمت كفالتها وما قدمت وراقها، فبالتالي هي خارج البحث سيراليون أو غيره. شهيب وجد تضامنا من قبل النائب الممدد مروان حمادي الذي أعلن تأييده له. ما أطلبه من الحكومة هو المزيد من التضامن مع هذا الفدائي، مع زميلي ورفيقي أكرم شهيب اللي حمل وزر هذه الخطة في مراحل مرت بالإفشال المذهبي المناطق الطائفي الذي فعلا شمأزينا له كلنا. إذن خطة الترحيل المجنونة كما وصفها شهيب وحمادي هي الحل الذي لا بديل عنه إلى اليوم، مع وعود بإعطاء البلديات أموالها وأمل بأن يكون الفرز من المصدر يوما ما من أجل تفعيل معامل. ما أثير حول الثغرات الأمنية والتقنية التي يعاني منها مطار بيروت تجعله ربما غير مطابق للمواصفات الدولية. الزميل آدم شمس الدين يتابع تفاصيل هذا الملف وينضم إلينا مباشرة من محيط المطار. آدم، ماذا في تفاصيل هذا الموضوع ومطابقة أو غير مطابقة المواصفات كما أصبح معلوما؟ نعم كلارا، يعني يبدو أن الأزمة التي تعيشها البلاد منذ مدة يعني قد بدأت تنعكس على أكثر الملفات أو أكثر المناطق الحساسة والأجهزة الحساسة في لبنان، وتحديدا يعني ما أثرته جريدة السفير اليوم في
مقال الزميل عماد مرمل والذي تحدث عن أن المواصفات في طريق في مطار بيروت غير مطابقة نظرا إلى تلويح كل من فرنسا وبريطانيا من خلال سفرائهم في لبنان، تلويحهم بإمكانية قطع الرحلات الجوية إلى مطار رفيق الحريري الدولي. طبعا هذه الأزمة ليست وليدة اللحظة، كنا قبل مدة قد شهدنا على أزمة شهدناها في مطار بيروت وهي إدراج المطار على اللائحة السوداء بسبب المشكلات المتعلقة بمراكز الشحن، مما تطلب من الدولة وتحديدا من وزارة الأشغال العامة إلى تطوير مركز الشحن وإقامة مركز متطور، وقد كلف حوالي 30 مليون دولار. ولكن على الرغم من ذلك الإجراء، ولكن لبنان لا يزال حتى الآن على اللائحة السوداء نظرا لاستمرارية عمل مركز الشحن القديم. لكن فيما يتعلق بالأزمة المستجدة هي مرتبطة بالثغرات الأمنية التي أشارتها جريدة السفير والمتعلقة بعدد من أولا غياب التمويل للأجهزة الأمنية الموجودة في المطار، وقد تحدث المقال طبعا عن ضرورة زيادة عديد القوى الأمنية في المطار والمكانات المتطورة لكشف الحقائب، وأيضا تحدث عن الإجراء الذي كان سيتخذه المطار بإعلاء السور المحيط بالمطار والذي اتخذ قراره عام 2010 ولم يطبق حتى الآن. هناك بعض المصادر الحكومية التي تتعاطى في هذا الملف قد اعتبرت أن هناك تضخيم في هذه المسألة، وربما يكون لهذا القرار أو لهذا التلويح ربما أبعاد سياسية. ولكن كانت الجديد أيضا مقابلة مع رئيس لجنة الأشغال العامة النائب محمد قباني، وقد أشار أن هذه الثغرات اللي أثرتها الصحيفة اليوم هي ليست وليدة اللحظة، وهناك ثغرات في مطار رفيق الحريري الدولي وسببها هي التجاذبات السياسية القائمة والتي تنعكس على عمل المطار. وكان برأي رئيس لجنة الأشغال العامة النائب محمد القباني أن هناك ضرورة إلى إبعاد ملف مطار بيروت عن التجربات السياسية، وأيضا المسارعة في تعيين الهيئة العامة للطيران المدني والتي بنظري هي الحل من أجل استقامة عمل المطار. طبعا كان لنا مقابلة مع النائب محمد القباني سنعرضها في النشرة المسائية كلارا. نعم طبعا نتابع تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع في تقريرك آدم في النشرة المسائية، شكرا لك. يواصل اللاجئون الفلسطينيون في مخيمات لبنان تحركاتهم الاحتجاجية الرافضة لتقليص الخدمات الطبية والتربوية من جانب الأونروا. ففيما يعم الإضراب العام مخيمات الجنوب، عمد اللاجئون إلى إقفال جميع مراكز الأونروا في مخيم المية شرقي صيدا والمدارس التابعة للأونروا في عين الحلوي، كما أغلقوا المدارس وعيادة الأونروا في مخيم الرشيدية في صور، وكذلك أقفلت مراكز الأونروا في مخيم البص وفي مخيم الجليل أيضا. أيضا قرب بعلبك أقفل الأهالي مكتب مدير خدمات الأونروا احتجاجا على تقليص الخدمات. الحرس الثوري الإيراني يفرج عن البحارة الأمريكيين بعد استجوابهم، والبنتاغون يؤكد عدم تعرضهم لأذى. بعد اتصالات مكثفة بين الطرفين وبين نفي وتأكيد، أفرجت إيران عن البحارة الأمريكيين العشرة التي كانت قد احتجزتهم مساء الثلاثاء أثناء إبحار زورقيهما في مياهها الأقليمية بين الكويت والبحرين، وذلك بعدما جرى استجوابهم. وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن في بيان على موقعه الإلكتروني أن الزورقين الحربيين الأمريكيين وعلى متنهما عشرة بحارة مسلحون دخلوا المياه الأقليمية الإيرانية قرب جزيرة فارسي، وقد احتجزتهم وحدات حربية تابعة للقوات البحرية في الحرس الثوري واقتادتهم إلى الجزيرة وهم بصحة جيدة. وإثر فقدان الولايات المتحدة الاتصال بزورقيها وإعلان طهران احتجازهما، اتصل وزير الخارجية الأمريكي جون كيري بنظيره الإيراني محمد جواد ظريف للتباحث في القضية. وقد طلب ظريف من نظيره الأمريكي تقديم بلاده اعتذارا عن هذا الانتهاك مقابل ضمانات قدمتها طهران بأنها ستسمح للزورقين الأمريكيين بإكمال طريقهما. إلى ذلك لفت قائد بحرية الحرس الثوري الإيراني الأميرال علي فدوي إلى أن حاملة طائرات أمريكية تصرفت بشكل مستفز وغير مهني لمدة 40 دقيقة بالقيام بمناورات في الخليج بعد أن احتجزت إيران عشرة بحارة أمريكيين.
أهلا من جديد. أوقف الأمن العام السوري ألف عين لارتباطه بجماعات إرهابية، وبنتيجة التحقيق معه اعترف أنه شارك في معارك عرسال ضد الجيش اللبناني، وتولى نقل الأموال لصالح تنظيم داعش الإرهابي بتكليف من شقيقه باء عين الذي يتواجد في جرود عرسال على رأس مجموعة مسلحة تابعة للتنظيم. وبعد انتهاء التحقيق معه أحيل إلى القضاء المختص. في بلدة إغمد بزحلي قضى المواطن هادي سعيد عزيز البالغ 19 عاما صعقا بالكهرباء. وفي التفاصيل أنه بينما كان عزيز متسلقا شجرة الصنوبر حاملا عصا حديدية يستعملها لقذف الصنوبر، كان على مقربة من خطوط الكهرباء فصعقه التيار حتى الموت. وعلى الفور حضرت إلى المكان سيارات الدفاع المدني التي قامت بإنزال جثة عزيز من على الشجرة ونقلها إلى مستشفى الياس الهراوي الحكومي، كما حضرت الأجهزة الأمنية وفتحت تحقيقا بالحادث. في صيدا دهم مراقب وزارة الصحة العامة شقة سكنية مستأجرة كانت تستعمل كحضانة سابقا في منطقة تعمير حارة صيدا، حيث ضبطوا بداخلها نحو 56 صندوقا من علب العصير منتهية الصلاحية منذ أقل من شهر. وقام المراقبون بتسطير محضر ضبط وتلف المواد المنتهية الصلاحية. وأكد مفتش الوزارة شوقي رحال أنه جرى إغفال المركز الذي يعود لجمعية أفسي، فيما أوضحت مسؤولة مكتب صيدا في الجمعية لور قلوط أن علب العصير منتهية الصلاحية مفصولة عن علب العصير الصالحة للاستعمال، ولم يكن قد جرى إتلافها بعد لأن الشقة مقفلة ولم تستخدم منذ نحو شهرين. سياسيا، نقلت صحيفة الجمهورية أن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع كرر خلال اجتماع مع أجهزة أعلام القوات أن خيار ترشيحه العماد ميشيل عون لرئاسة الجمهورية ثابت ولا نناور فيه. وأوضح جعجع بحسب الجمهورية أن الهدف الأساسي من الترشيح هو تبريد الساحة المسيحية. وعن ضمانه عدم انقلاب عون بعد انتخابه على القوات سأل جعجع: من يستطيع أن يضمن الآخر؟ نحن نتحاور مع عون في كل النقاط الخلافية، وحركة المفادين بين معراب والرابي يومية لمحاولة الاتفاق على كل المسائل، وتبنين لترشيحه لا يحصل من دون صوغ اتفاق نهائي وواضح، فالأيام المقبلة ستكشف مزيدا من التفاهمات، وعندما يتم التفاهم النهائي سنعلنه. أهلا بكم من جديد. في تركيا اعتقلت السلطات عشرات الأشخاص خلال الساعات الماضية للاشتباه في صلتهم بتنظيم داعش، من بينهم ثلاثة مواطنين روس، وذلك على خلفية التفجير الإرهابي الذي نفذه انتحاري سوري في قلب مدينة اسطنبول أمس وأسفر عن مقتل وجرح العشرات، في وقت اتهم رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو تنظيم داعش بتنفيذ التفجير. اعتقلت السلطات السعودية سمر بدوي شقيقة المدون السعودي رائف بدوي المسجون في المملكة بتهمة الإساءة إلى الإسلام، وهو يقضي عقوبة السجن لمدة 10 سنوات والجلد 1000 جلدة. وبحسب إنصاف حيدر زوجة رائف بدوي فإن اعتقال سمر جاء بتهمة تشغيل حساب شقيقها رائف على تويتر. وقد نقلت سمر إلى السجن المركزي في الظهران حيث يسجن رائف ووليد عبد الخير. منظمة العفو الدولية نددت باعتقال سمر بدوي معتبرة أن الأمر تراجع جديد وخطر لحقوق الإنسان في السعودية، مشيرة إلى أن سمر اعتقلت صباح الثلاثاء في جدة مع ابنتها البالغة من العمر 2، وقد استجوبتها الشرطة لمدة 4 ساعات ثم أحالتها إلى سجن الظهران على أن تمثل أمام القضاء. أسفر هجوم مزدوج وقع قرب قنصلية باكستان في مدينة جلال أباد شرقي أفغانستان عن مقتل 7 أشخاص. وقالت وزارة الداخلية الأفغانية في بيان إن الشرطة تبادلت إطلاق النار مع مهاجمين مسلحين بالقرب من قنصلية باكستان، وذلك بعد هجوم انتحاري تلاه إطلاق نار. وأوضحت أن إرهابيين تحصنا في مبنى مهجور مجاور للقنصلية الباكستانية، وقد طوقت المنطقة التي وقع فيها الانفجار وتضم أيضا القنصلية الهندية. وفي وقت لاحق أفادت معلومات بأن تنظيم داعش تبنى الهجوم على القنصلية الباكستانية في جلال أباد.
في خطابه الأخير أمام الكونغرس بشأن أوضاع الاتحاد، جدد الرئيس الأمريكي باراك أوباما التأكيد على عزم بلاده اجتثاث تنظيم داعش. وقال أوباما الذي ستنتهي ولايته أواخر العام الحالي إن متشددي داعش قتلة ومتعصبون يجب اجتثاثهم وملاحقتهم وتدميرهم، وهذا تماما ما نفعله، في إشارة إلى التحالف الدولي الذي تقوده بلاده، مؤكدا أن الولايات المتحدة هي أقوى أمة في العالم وأن الجهاديين لا يشكلون خطرا وجوديا عليها. وانتقد أوباما مرشحي الرئاسة الجمهوريين لخطابهم المعادي للمسلمين. وفي ضربة مباشرة للمرشح المحتمل دونالد ترامب، قال أوباما إن إهانة المسلمين أضرت بالولايات المتحدة وخانت هويتها، وأضاف: عندما يهين الساس المسلمين فهذا لا يجعلنا أكثر أمنا، ما أثار موجة تصفيق من الحاضرين في قاعة مجلس النواب. It betrays who we are as a country. ختام نشرتنا، نذكركم بأبرز العناوين. مطار بيروت بأمنه مطابق أم غير مطابق؟ شهيب عن مصير النفايات. الشركة اللي أخذت حق ترحيل النفايات عم تشتغل بشكل جدي، خبراء موجودين هون. المخيمات الفلسطينية إضرابات وإقفال لمدارس وعيادات الأونروا. إيران تفرج عن البحارة الأمريكيين 10 بعد انتهاكهم مياهها. مشاهدينا، هذا كان كل شيء في نشرتنا، شكرا للمتابعة. موعدنا الإخباري التالي في النشرة المسائية عند 8:50. إلى اللقاء.